حاجات ممكن ربنا يأجل بيها الاستجابة. طب لو انا عايز اطلع من الكنيسة النهاردة واعرف انا طلبت طلب ربنا هيستجيب ليه ولا مش هيستجيب، ولو استجاب هيستجيب بسرعة ولا بوقت قليل، يعني بسرعة ولا هياخد شوية وقت اصبروني. كل دي معايير كتابية، كتابية يعني اذا كانت هي بتشغل بالنا. ويمكن شوية الاسئلة اللي انا قلتهم دول كل حد فيكم عنده اجابة غير التاني للاسئلة، الا ان الكلام ده معلن مكشوف جوه الكتاب المقدس. احنا نقدر نطلع يعني ربنا بيعمل ايه معانا وهيعمل ايه معانا من جوه الكتاب المقدس، زي ما احنا هنتكلم مع بعض استجابة الله لينا. اول حاجة سؤال اول حاجة، هل ربنا بيستجيب حسب قامتنا الروحية؟ يعني لازم الإنسان يكون حد كويس عشان ربنا يستجيب له، ولا ممكن ربنا يستجيب له عشان هو طلبه؟ لازم نتأكد ونعرف إن استجابة الله لينا ليس حسب قامتنا الروحية إطلاقا، ولكن حسب صلاح الله. يعني مثلا إحنا كتير في الكنيسة قاعدين كلنا واقفين نصلي، وكلنا كل واحد له طلبة خاصة أو له حاجة نفسه يخلص منها أو تتحقق أو تتشال أو أموره تتصلح، كلنا متفاوتين في الطلبات. يعني لو جبنا دلوقتي في وسطينا ولد في ثانوية عامة نفسه يجيب مجموع كبير، لو جبنا جنبينا شاب بيفكر في المستقبل يقول لك نفسه سافر، طلبته قدام ربنا أنه نفسه يسافر. ممكن نسأل أب وأم يقولوا عندنا بنت نفسنا تتجوز، طلبة. واحد تاني نفسه يشتغل، واحد تالت نفسه يعني ورق الهجرة بتاعه يمشي. طلبات مختلفة كتير. هل الطلبات دي ربنا بيستجيبها حسب الإنسان كويس ولا وحش؟ حسب قامته الروحية، قامة عالية ولا قامة أي كلام؟ لا، ربنا بيستجيب للإنسان حسب صلاحه. الكتاب المقدس قال كده، حسب صلاح ربنا يعني. طبعا الكتاب المقدس قال كده، قال لأن الله يمطر على الأبرار والأشرار. وإحنا بنصلي في الصلاة بتاعت قبل الأكل نقول له كده تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. فربنا لما بيستجيب للبشر هو مش بيصنف الناس ده إنسان تقي وده إنسان مش كويس، ده قريب مني ده مش قريب مني، فبيستجيب للناس حسب درجاتهم وقامتهم الروحية. أبدا، ده ممكن ناس قديسين يطلبوا طلبات من ربنا وربنا ما يستجيبش. هنشوف دلوقتي ليه. كمان ربنا مش بيستجيب حسب إحنا خطاه أو مستحقين أو غير مستحقين. علشان كده ربنا لما جه يتكلم على السماء ألا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. الملكوت ده لكل الناس، للناس المؤمنين. طب هل كل الناس المؤمنين هيخشوا السماء؟ لا، لأن في ناس هي اللي هتشيل نفسها من دخول الملكوت. وبالتالي ربنا بيستجيب لكل الناس لأنه صالح، لأنه خير. انت لما تطلب طلب والطلب يستجاب، وحنشوف دلوقتي ازاي الطلبات بتستجاب وازاي لا تستجاب. ربنا بيفيض بالاستجابة حسب غناه، حسب صلاحه. واخدين بالنا؟ مش حسب استحقاقاتنا. اتنين، الله يستجيب للضرورة. يعني ايه للضرورة؟ في سفر أشعياء في يوم من الأيام جه ملك أشور اسمه سنحريب، وجاب رئيس الجيش بتاعه وقال له تروح تحاصر أورشليم وإحنا هنهجم على أورشليم ونحتلها. وابتدى يشكك الناس في أمان البلد، يعني يبتدي يشتغل على القاعدة الشعبية. يعني إيه القاعدة الشعبية؟ يعني يقول للناس إحنا احتلينا بلاد كتير قبليكم فالناس تخاف، أنتوا ما عندكوش جيش فالناس تخاف، ولو أنتوا عندكوا جيش فأنتوا ما عندكوش أسلحة كافية. وابتدى يقول لحزقية الملك قال له هبعت لك 1000 حصان حط عليهم ركاب،
يعني فرسان تركب الحصينة دي، تخيلوا مملكة، مملكة بالكامل ما فيهاش 1000 فارس، ما فيهاش. وابتدى يبعت له جوابات تهديد، والجوابات تسمع عند الشعب، فابتدى الشعب يخاف. حزقيا الملك ابتدى يبكي، تخيلوا ملك بيعيط يقول ربنا ما عنديش جيش، هحارب ازاي؟ راجل قاعد محاصر البلد بره والجيش بتاعه. وبعدين كل يوم تهديدات، مره بعت له تهديد قال له اوعى تفتكر انك مسنود على مصر، مصر ساعتها كان فيها حضاره وكان فيها ملك اسمه نخاو، نخاو ده كان عنده جيش جرار، قال له اللي بيتكل على مصر كانه بيتكل على عصايه، لو داس عليها بزياده دخلت في ايده. فالناس تسمع كده فتترعب. فحزقيا خد الجوابات وحط وشه في الحيطه كويس، وفرد الجوابات قدام ربنا وقعد يعيط. قال له اعمل ايه؟ الناس هتروح مني وسنحريب محاصر البلد، وانا ممكن اكون انسان وحش لكن ذنبه ايه الشعب؟ فراح ربنا بعت اشعياء النبي وقال له حزقيا بيبكي وحط قدامي الجوابات بتاعه سنحريب، انا كمان هبعت جواب لسنحريب على لسانك تروح تقوله لحزقيا وحزقيا يبلغ رئيس الجيش بتاع سنحريب. وراح ربنا قال الجواب بقى كالاتي، رساله كده، قال له ايه؟ احتقرتك واستهزأت بك العذراء ابنة صهيون، اني اعلم دخولك وخروجك وهيجانك علي، على من عليت صوتك؟ ربنا بيقول لسنحريب تتكلم ازاي؟ خلاص، على من عليت صوتك؟ انا ساضع خزاماتي في انفك واردك من الطريق التي جئت منها. فحزقيا وصلت له جوابات سنحريب وراح بعت لسنحريب الجواب بتاع ربنا. وفي تلك الليله اول ما عرف راي ربنا ايه، يقول كده الملاك جه من السماء وقتل من جيش سنحريب 185,000، وفي الصباح الباكر واذ هم جثث ميته. عارفين يعني ايه؟ في ليله كده 185,000 يتحصدوا حصد، يتحصدوا. طبعا صحيوا الصبح جثث ميته، فربشاقي اللي هو رئيس الجيش سنحريب اخذوا بعضهم ومشيوا. لما سنحريب راح، اول ما رايح بالخيبه وبالهزيمه، راح البيت بتاع الوثن اسمه نصروخ، الوثن اللي كانوا بيعبدوه، وهو ساجد قدام نصروخ، عياله الاثنين قالوا له انت ضيعتنا، ده احنا في عار، راحوا قتلوه. ايه ده؟ استجابة الله من أجل الضرورة، لأن ده مجد اسمه، سمعته يعني. ربنا يقول كده أنا الرب وهذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر. فربنا لما بيستجيب بيستجيب للضرورة. نفس القصة لما نرجع بالزمن أكتر شوية نلاقي وقت خروج بني إسرائيل من أرض مصر، ربنا قال لموسى بحر قدامهم وفرعون بالجيش جاي ورا، وربنا قال لموسى ما لك تصرخ إليه، مع أن الكتاب المقدس لم يذكر أبداً أن موسى لا ركع ولا صرخ ولا صلى ولا عمل أي حاجة. كل الحكاية قال للناس الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون، أنا أحط نفسي في الموقف ليه؟ هو ربنا بقى اللي يتصرف. فقال لهم أنا ماليش دعوة، ربنا قال لي جيبهم عشان أطلعهم، أنا طلعتكم لحد هنا، طب لحد هنا البحر قدامنا نعمل إيه؟ ما نعرفش نعمل إيه، الرب يدافع عنكم وأنتم تصمتون. طب كانت النتيجة والاستجابة، ربنا قال لموسى سيب الشعب يرتاح. كانوا فين؟ كانوا في الزقازيق، ارض جاسان دي اللي طلعوا منها كانت في الزقازيق في بلاد الشرقيه يعني. وبعدين فضلوا ماشيين بعرض مصر لحد ما وصلوا البحر الاحمر، دي مسافه طويله. فربنا قال له سيبهم يريحوا، طب الجيش اللي جاي ورانا؟ قال له انا هتصرف. فربنا جاب عمود النار اللي كان ماشي قدامهم حطه ورا الشعب العبراني، فعمود النار فصل بين جيش فرعون وبين الشعب، شعب نايم طول الليل على البحر والنار دي منورة لهم، وفرعون بالجيش شايفين النار مش قادرين يقربوا. طب والصبح؟ يقول في تلك الليلة أجاز الرب ريحا شرقية فشقت البحر الأحمر، وبعدين البحر اتشق، بقت المية سور يمين وسور شمال والأرض ناشفة في الوسط. ربنا قال لموسى يلا خلي الناس تعدي، الناس عدت. الله يستجيب
للضرورة. يعني الحتة دي تعلمنا إيه؟ لو أنا بصلي بلجاجة وبإلحاح، لو ربنا شايف إنه الطلبة دي للضرورة، اعرف إنه هيستجيب في الوقت المناسب. لو ربنا شايف إن الطلبة دي ينفع تتأجل، هتتأجل. ساعات واحد يقول لك أنا صليت كتير، أنا صمت كتير، ربنا ما استجابش، اعرف إن في علامة استفهام أو في حاجة هنا بتقول لك يمكن الموضوع ده مش للضرورة. هنا بقى وأقول حاجة، لما بيجي ربنا يدير الكون ويدير العالم، مش بيدير الكون والعالم حسب الظروف. يعني جيش قام، حرب قامت، ناس جاعت، ناس ماتت، في وباء جه، لا، ربنا مش بيدير العالم حسب الظروف. امال بيدير العالم بايه؟ بيدير العالم بالقوانين مش بالمشاعر. يعني مش بالمشاعر، يعني مش بحسب الاهواء. يعني واحد يقول لك طب اشمعنى فلان ده قرينا عنه البابا كرولوس عمل له معجزه، وانا عيان بقالي سنين كتيره ومحدش عمل لي معجزه، هو ربنا عنده يعني افضليه او ناس وناس؟ لا، ربنا ما عندوش كده، لكن ربنا بيستجيب حسب صلاحه، ربنا بيستجيب حسب الضروره. الله يحكم العالم بالقوانين مش بالاهواء ولا بالمشاعر. يعني ما يجيش في فكرنا ابدا فكره، او يجي في ذهننا فكره تقول اصل ده ربنا استجاب له عشان هو انسان حلو، وانا ربنا ما استجاب ليش عشان انا انسان وحش. ابدا، ربنا مش بيعمل كده. علشان كده ده يطلع لنا نتيجه ثالثه، ان الله يستجيب او لا يستجيب من اجل خلاصنا. يعني من اجل خلاصنا؟ يعني واحد ممكن يخلص لما تحصل معاه معجزة ويخف، وواحد تاني ممكن يخلص لما يموت بالمرض. سامحوني إذا كان التعبير اللي بستخدمه شديد، لكن هذا اللي بيحصل. واحد ممكن يخلص ويوصل للسماء ويبقى له قامة روحية قوي، عشان اتحط في ظلم وتحط في ضيقة وتحط في اضطهاد وتحط في سيرة رضية وتحط في موقف ما فيش حد اتحط فيه قبل كده. وفي واحد تاني ممكن يقول لربنا يا رب، ربنا يقول له أنفذ لك كلامك دلوقتي، يخلص كده. طب مين اللي بيحدد طرق الخلاص بتاعتنا؟ هو ربنا بس، لأنه بيمشينا فأنسب سكة لخلاصنا، فأنسب سكة لخلاصنا. عشان كده إحنا وإحنا بنصلي في القداس بنقول له كده، دبر حياتنا كما يليق. يعني إيه كما يليق؟ يعني على قد ما أسنى. عارفين لما واحد يروح يشتري هدوم أو واحدة تشتري هدوم وتسأل هو ده لايق عليا؟ لا، هو ده لايق عليك، لا ده مش لايق عليك، بس ممكن يليق على حد تاني. فلما بنقول لربنا كده دبر حياتنا كما يليق، هو شايف المقاس بتاعنا، الشكل بتاعنا، اللون بتاعنا يخلص بالطريقة دي. وده اللي خلى إن الكنيسة فيها تنوع في القديسين. يعني ايه تنوع في القديسين؟ يعني نلاقي واحد زي بنطونيوس، ونلاقي واحد زي ماري جرجس، ونلاقي واحد زي الشهيد ابانوم، ونلاقي مثلا واحد استشهد زي ابونا مين عبود، وزي الشهداء بتوع القديسين هنا ما تعرضوش للاضطهاد ولا للمجاهره بالايمان ولا اي حاجه، لكن مجرد ان هم خدوا اكليل الشهاده على باب الكنيسه وحسبوا من شهداء الكنيسه، واحنا بناخد بركتهم. كنت بحكي في الكنيسه عندي، بقول لهم الشهداء بتوع ليبيا، الشهداء بتوع ليبيا اقصى طموح لواحد منهم يبقى ايه؟ يبقى قسطه في الصنعه بتاعته. يعني ايه قسطه؟ يبقى عنده رجاله صناعيه وهو بيديرهم ويكسب من وراهم. ده اقصى طموح، دول معهمش شهادات ومعهمش فلوس وما عندهمش مراكز. القسطه ده احنا دلوقتي في الكنيسة حسب تقليدها وحسب لترجيتها وحسب طقسها بنقول سيدي الشهيد فلان، أسلوفوروس مارتيروس، سيدي الشهيد. سيدي الشهيد ده اللي كان نقاش واللي كان مبيض بحارة واللي كان نجار مسلح واللي هو ده. عشان كده انا بقول لما بنطلب من ربنا بنقول له دبر حياتنا كما يليق. يبقى الله يستجيب حسب صلاحه، الله يستجيب للضرورة، الله يستجيب
من أجل خلاصنا. ممكن أنا أطلب طلبة بس ربنا شايف أن الطلبة دي لو اتحققت مش هتبقى من أجل خلاص نفسي. طيب إحنا كلنا بنطلب طلبات ومصدقين ومأمنين أن ربنا هيستجيب حسب الثلاث حاجات دول، للضرورة وحسب صلاحه ومن أجل خلاصنا. ممكن الاستجابة دي تتعطل، يعني ربنا يقول حاضر هنفذ دلوقتي، ممكن تتعطل، دي إرادة الله بقى. ممكن تتعطل. تتعطل إزاي؟ تتعطل إذا كنت عندك شك في إيمان ربنا، في الإيمان بربنا، عندك شك في ربنا شخصيا. نشوف مثل عملي. تخيلوا كده، سيد المسيح ماشي على المية وظهر قدام تلاميذه وقال لهم كده أنا هو لا تخاف. فبطرس نط وقال له إيه؟ إن كنت أنت هو عايز أعمل زيك، مرني أن آتي إليك على الماء. على فكرة المشي على المية ده يعتبر من المعجزات النادرة اللي المسيح لما عملها قدام تلاميذه بس. هقول ليه دلوقتي. ليه سيد المسيح لما مشي على الماء مشيش بالنهار؟ وليه عمل المعجزة دي قدام تلاميذه بس؟ اليهود عندهم ثلاث علامات يميزوا بيهم المسيح، ثلاث علامات. أول علامة منهم إن المسيح لما يجي يأكل الناس زي موسى، عشان كده قال لهم السيد المسيح في مقارنة بينه وبين موسى، جه معلمنا يوحنا يقول أباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا، الخبز الذي أنا أعطي هو جسدي، وقال لهم من يأكلني يحيا بي. هذه أول علامة. علامة اثنين، المسيح لما يجي يمشي على المية، اشمعنى؟ عشان موسى فتح البحر الأحمر، وعشان النبوة دي تخص المسيح لوحده جت في أيوب 9 يقول الماشي على أمواج البحر. عشان كده لما أعلن دي ده مثل صارخ. يعني النهاردة روح لأي واحد يهودي قاعد في إسرائيل وقول له إيه العلامات بتاعة المسيح، يقول لك ثلاثة، نمرة واحد يأكلنا، اثنين يمشي على المية، ثلاثة يقوم الميتين. كويس؟ فالسيد المسيح قوم الميتين في ثلاث مراحل مختلفة قدام كل الناس. والسيد المسيح الناس مش فاهمة الخبز الذي أنا أعطيه هو جسدي، راح عمل لهم إشباع الجموع مرتين عشان يأكلهم، مرة سبع خبزات وقليل من صغار السمك، ومرة خمس خبزات سمكتين، عملها مرتين علشان يتأكدوا إن أنا بأكلكم. نمرة ثلاثة، تروح لليهودي تقول له العلامة الثالثة إيه؟ يقول لك يمشي على الماء، يقول له المسيح مشي على الماء، ما عرفش ينطق. دول ثلاث علامات. الحاخامات اليهود لحد النهاردة مستنيين المسيح يجي يعمل الثلاثة دول، مع أنه جه من 2000 سنة وعمل دول. بس يعني إذ كانت قلوبهم غليظة فلم يصدقوا. دول ثلاث علامات. بطرس بقى نرجع له، قال المسيح مشينا على الماء، المسيح قال له تعالى. فصوم بطرس راح مشمر الجلابية وراح نزل من المركب وابتدى يمشي على الماء. الماء تحت رجلين بطرس إيه؟ مية هو حاسس بيها، بس مية بيتمشي عليها. إيه اللي تغير؟ المية ولا طبيعة بطرس؟ لا ده ولا ده، هي مية. بس هو بقى عنده الإمكانية يعمل زي المسيح. لما شك في لحظة لقى الريح جامدة حواليه، أنا معقول ماشي على المية؟ ففي الحال إذا ابتدى يغرق لقى نفسه غطس تحت والمية بقت عند رقبته. فقال له يا رب نجيني. المسيح قال له ايه؟ يا قليل الايمان لماذا شككت؟ اللي يقع في الموقف ده هو اللي يشك. في واحد يطلب من ربنا يقول له انا ليا طلب عندك، عايز كذا. فربنا بيوزن كم الايمان اللي انت بتطلب بيه. انا وانت وكلنا ما نعرفش نوزن ده. في واحد بس هو اللي توزن قلبه بإيمان، واحد بس في التاريخ ما تكررش ان يعني قلبه توزن تاني، قديس مكاريوس الكبير. اي خدمة. خلاص، قديس مكاريوس الكبير بس هو اللي توزن قلبه يعني. لكن الإيمان ده احنا ما نعرفوش.
يقول لك اصل فلان ربنا ما استجابش عشان ما عندوش ايمان. لا، ممكن يبقى عنده ايمان بس ربنا شايف اسباب تانية لعدم الاستجابه. لكن من معطلات عدم الاستجابه هو عدم الايمان. خلي عندك ايمان، تجيبه ازاي انا ما اعرفش. ايه الحاجات اللي اكتسب بيها الايمان ما اعرفش، بس انا اعرف حاجه واحده، انه لما التلاميذ ايمانهم ضعف قالوا له يا رب زد ايماننا، اعمل زيهم وقول له زد ايماننا. هيزودوا ازاي ويقويه ازاي ويثبته ازاي؟ ما عنديش معلومة. اتنين من معطلات الاستجابة الطلبات الخاطئة. واحد بيطلب طلبة غلط. ايه الطلبة الغلط دي؟ طلبة غلط، طلبة هيكون نتيجتها خطية، طلبة هيكون نتيجتها أذى لشخص، طلبة هتكون بدافع خاطئ. يعني واحد اتأذى فأقول لربنا يا رب رد لفلان الأذى. طب ربنا مش هيرد لفلان الأذى ليه؟ لأنه صالح. نمرة اتنين عشان فلان ده ابنه. نمرة تلاتة ان ربنا منتظر خلاصه، هو عايزه يخلص. لكن مش انا اقول يا رب اذي فلان اللي اذاني فربنا يأذي فلان. شفت اهو، احنا ما عندناش ربنا منتقم ولا ربنا جبار، عندنا الله اله طيب وصالح وحنون. ايه تاني من معطلات الاستجابة؟ ربما يكون التوقيت غير مناسب. خدوا بقى قياسا على ذلك حاجات كتير. بدايتها افتح سفر التكوين اصحاح 15، ربنا يقول لابونا ابراهيم لا تخف يا ابراهيم انا ترسل لك وان نسلك سيكون كتراب الارض وكنجوم السماء وكرمل البحر. ابراهيم قال له كويس، قال له نسلك ده سيتغرب في ارض غريبه 400 سنه والأمة التي يستعبدون لها أنا أدينها. فالرد المنطقي ليه؟ ما أنا أجيب عيالي وعيالي يورثوا الأرض دي ويقعدوا فيها، إيه لازمتها نروح نتبهدل في أرض غريبة 400 سنة وبعدين نرجع؟ ربنا قال له لأن ذنب الأموريين اللي أنت قاعد في وسطيهم لم يكمل بعد، أنا عندي ترتيبات تانية. طب قعدوا بني إسرائيل 400 سنة في مصر، تحديداً 430 سنة. ربنا بيحافظ عليهم بطرق تانية، بيقدمهم وبيربيهم وبيعلمهم لحد ما يستنى موسى. موسى ده لازم يجي في وقت محدد. طب نجيبه بدري شوية، مش ده التوقيت، لسه في حاجة تانية اسمها ذنب الأموريين. طب نتأخر شوية، الناس تفقد إيمانها. ما ينفعش، في توقيت. ياما امور احنا خططنا لها وباظت بسبب ان احنا استعجلنا او اجلنا او كسلنا، لكن ربنا عنده كل حاجه مظبوطه بالمواعيد. واحد يقول انا عملت كل حاجه، كل الاجراءات، كل الخطوات، الدنيا واقفه. واقفه ليه؟ لسه ربنا ما قالش الامر ده يتنفذ او يتحقق دلوقتي. نقطه كمان هنطول فيها شويه، واحد يلاقي ربنا تأخر يروح للشيطان، يلجأ للشيطان. يلجأ للشيطان بقى بطرق كتير وأساليب كتير، وينسى إن الشيطان ذاك كان قتالا للناس منذ البدء. فربنا يلاقي الشخص راح لجأ للشيطان، ربنا يشيل إيده بقى. لا خلاص مش هينفع، لأنه أي شركة للنور مع الظلم وأي اتفاق للمسيح مع بليعال، ما ينفعش. أوريكوا موقفين في الحكاية دي. موقف الأولاني شاول الملك، لا صموئيل اتأخر عليه شوية، راح عمل إيه؟ دور على واحد عرفه كويس؟ وآسف كان صموئيل اتنيح، كان مات وعايز مشورة، فبدل ما يطلب مشورة ربنا راح دور على واحدة عرافة، وراح قال للعرافة اسعدي لي روح صموئيل. فالست بتجهز بقى الشغل بتاعها، وفوجئت ان اللي طالع قدامها صموئيل بجد. فقالت له كده لماذا خدعتني وانت شاول؟ فقال لها انت شايفة ايه؟ قالت له شايفة صموئيل. طب وهي قبل كده كانت بتشوف ايه؟ شياطين، ولا صموئيل ولا حاجه خالص، هي بتتعامل مع شياطين، المره دي اختلفت. وصموئيل قال لها قولي له بكره انت ولادك هتكونوا معايا في الهويه، بكره
والحرب اللي انت داخلها دي هتتقتل فيها. واحد لجأ للشيطان. الشيطان ممكن يعطل الدنيا، مش يمشي الدنيا، يعطل الدنيا بالأذى. سفر دانيال ملاك غبريال ظهر لدانيال وقال له كده: لا تخف أيها الرجل المحبوب، من أول يوم صمت وصليت ربنا استجاب. طب أنا اتأخرت ليه؟ قال له: رئيس مملكة فارس أعاقني. رئيس مملكة فارس ده اللي هو الشيطان، الشيطان يعطل الملاك؟ يعطل. وبعدين راح قال له ايه؟ وهو ذا ميخائيل الرئيس جاء لإعانتي. يعني ملاك غبريال مش قادر على الشيطان، قوة أعلى في تعطيل. اوعى تكون انت بلجوءك للشيطان او لطرق غلط تكون بتعطل مشيئة ربنا. ربنا عايز يدير الامر بطريقة معينة في توقيت معين بخطة معينة باسلوب معين، لجوءك للشيطان يلخبط الدنيا. ناس تقروا عن الانواع دي بقى في سفر التثنية وسفر اللاويين، يقول كده: ليوجد في وسطك عائف ولا متفائل ولا من يعرف عرافة ولا من يرقي رقية ولا من يتعامل مع جان أو تابعة ولا تدع ساحرة تعيش. كل دول أنواع من السحر، زي الطالع ورق الكوتشينة وضرب الرملة والفنجان وصقل السهم. ده موضوع بقى عايز له مرة لوحده يعني، كويس. كل دي حاجات تخلي ربنا يسحب إيده. هشتغل ازاي مع الشيطان؟ لما انت تتوب، ولما تسيب الشغلة دي، ولما تبعد عن الطريق ده، ابقى انا اقدر اتدخل بعد ما ايمانك يزيد وتقدم توبة وتاخد قانون، ربنا ساعتها يتدخل. لكن اوعى تصدق ابدا ان ممكن الشيطان يسهل لبني ادم سكة. لو سهلها له هيسهله سكة الشر وسكة الهلاك. وارجع افكرك واقول لك احنا بنصلي لربنا ونقول له: دبر حياتنا كما يليق. ايه تاني يعطل الاستجابة؟ واحد يطلب طلبة ضد ترتيب واحكام الله. ودي الطلبة اللي انا قريتها، اللي هي ايه؟ انجيل معلمنا مرقس اصحاح 10: نريد ان تفعل لنا كل ما طلبنا. عايزين ايه؟ نجلس واحد عن يمينك والاخر عن يسارك. ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لأن الجلوس عن يميني وعن يساري للذين أعد لهم. أنا مش مرتب كده، ومش سايب الأمور دي للطلبات والأهواء الشخصية، دي مترتبة من وقت طويل. أما الجلوس عن يميني وعن يساري فللذين أعد لهم. دي حاجة ضد ترتيبات وأحكام الله. ليه بقول لك كده؟ عشان لما تلاقي الطلبة بتاعتك اتأخرت شوية، ما تحققتش، ما تنفذتش، مش الإنسان يفقد إيمانه ويضطرب وينهار؟ وده اللي بنشوفه كتير دلوقتي وسط ولادنا وبناتنا. يقول لك: ربنا فين؟ ما احنا طلبنا كتير. واحد قال لي مرة: هو عشان هو ضابط الكل وفي إيده كل الأحكام يذلني، يكسرني، يضيع لي مستقبلي. انتوا عارفين اللي قاله الأخ ده يساوي كده ان احنا في الزمن اسمه زمن الارتداد، وفي الزمن ده يكون الاولاد مجدفين. هو طريقة الكلام ده تجديف على الله؟ بدل ما الانسان يقول لربنا دبر حياتنا كما يليق ويسلم اموره لربنا، احنا عملنا كل حاجة. طب انت يا رب عايز ايه؟ المسيح قال لنا كده وهو بيصلي: لتكن لا ارادتي بل ارادتك. أنا عملت كل حاجة، صمت، صليت، نحت أياما زي نحمية ما عمل، قريت في الكتاب المقدس، خدت إرشاد، وفي الآخر كل حاجة بين إيديك يا رب. اللي أنت عايزه هو اللي يتنفذ، اللي أنت عايزه هو اللي يتنفذ. اللي يزود إيمانك إنك تحط البدائل الخمسة اللي أنا قلتهم. يمكن الطلبة دي عكس ترتيبات وأحكام الله، يمكن الطلبة دي ضد خلاصنا، يمكن الطلبة دي مش لمصلحتنا، يمكن الطلبة دي وقتها لسه ما جاش. إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل لما تقول: لتكن لا إرادتي بل إرادتك. طيب أنا بصراحة مستعجل وعايز أعرف ربنا هيعمل إيه. عندنا إمكانية ربنا ادهالنا اسمها
مسرعات الاستجابة. عارفين كده ساعات في ناس من كتر الانتظار قلبها يقف. يقف يعني ايه؟ يعني بعيد عنكم في المستشفى تلاقوا واحد يقولوا فلان ده قلبه وقف. يعني ايه قلبه وقف؟ يقول لك عنده هبوط حاد في الدورة الدموية. طب نفوقه ازاي؟ لك اعمله صدمات على القلب. فواحد يقول لربنا خلاص انا الايمان بتاعي ابتدى ينزل 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 ينزل، هفقد ايماني، قل لي المشيئة بتاعتك يا رب دلوقتي. ربنا يقول لك عندنا ثلاث حاجات توضح لك مشيئة ربنا بصورة أسرع. ممكن؟ ممكن. يعني النهاردة لو أنا عندي طلبة ممكن أطلع وأنا أعرف ربنا هيعمل إيه بسهولة؟ أول حاجة الذبيحة. يعني إيه الذبيحة؟ يعني روح صلي قداس مخصوص للموضوع ده. طب قداس واحد؟ طب اثنين؟ طب ثلاثة؟ على قد ما تقدر، مفيش عدد. احنا مش هنكون احسن من ايليا النبي اللي صلى صلاة وربنا ما استجابش، في حين ان ايليا النبي قفل السماء بكلمة، قال لا تمطر السماء، ما قالش ان شاء ربنا عند قولي، لا. طب لو اذن ربنا عند قولي، لا، لكن قال لا تمطر السماء الا عند قولي، واتقفلت 3 سنين ونص وربنا افتكرها له، قال له انت مش قفلتها بكلمه، وريني بقى تفتحها ازاي. فصلى ايليا صلاه ولم تمطر السماء، وصلى تاني ولم تمطر السماء، وهكذا الى الصلاه السابعه. وسبعه ده رقم كمان، والرقم ده يعني اللامحدوديه، يعني ما نعرفش هيستجيب امتى. بس من ضمن الحاجات اللي تورينا وتوضح لنا مشيئه ربنا القداس. ارفع ذبيحة مخصوص من أجل الطلبة الضرورية الملحة اللي مزنوق فيها واللي محتاج استجابة سريعة أو اللي محتاج رأي ربنا فيها، وخاصة القرارات المصيرية القداس. روح قول لأبونا أنا عايز قداس عشان خاطر الموضوع الفلاني. الذبيحة في اليوم ده تترفع عشان خاطر الطلبة الفلانية. ساعتها ده سبب يخلي ربنا أو طريقة تخلي ربنا يوضح مشيئته، يعلن مشيئته بسرعة. دي كانت الطريقة المتبعة في العهد القديم كله. إبراهيم عايز قرار مصيري، يعمل إيه؟ يقدم ذبيحة. يعقوب عايز قرار مصيري، يعمل إيه؟ يقول كده، فبكر صباحا وبنى مسبح وصب زيتا وقال، ندر ندر بقى، إن ردني الرب إله أبائي إلى هذا المكان أقيم بيت لله في المكان ده وأقدم ذبيحة تاني. ده اللي قاله داود وأعود، وقاله يونان كمان، وأعود وأنظر هيكل قدسك. أدي أول طريقة القداس. اتنين، وهذه الطريقة فعالة جدا وبتهز السماء، الأصوام. أحيانا لك أصوم 3 أيام، أحيانا لك أصوم أسبوع. هي مش بكثرة الأيام ولا حاجة، لكن كل واحد حسب صحته وحسب إرشاد أب اعتراف. لكن صوم ساعة زيادة، احنا في صوم الرسل مثلا واحد بصوم انقطاع للساعة 12، من أجل الموضوع ده هصوم ساعة زيادة، من أجل الموضوع ده هصوم للغروب بإرشاد أب اعترافه طبعا. ويبقى أبونا في الاعتراف عارف، لأنه ممكن ما تكونش دي الطريقة اللي تناسبك. الصوم يخلي ربنا يسرع الاستجابة جدا. نحمية قبل ما يقف قدام الملك مش عارف يقول له، مش عارف يقول يعني ايه، هو عايز يطلب بس ما عندوش سكة للكلام لانه مش عارف ردود افعال الملك. فعمل ايه؟ صام وصلى وبكى، وبعدين الملك هو اللي سأله، ربنا اللي فتح له باب للكلام عن طريق الملك. الملك قال له ما بال وجهك مكمدا اليوم وانا شايفك مش زي كل يوم، مالك؟ قال له هكون مبسوط ازاي والمدينة مدينة ابائي مهدومة وأبوابها محروقة بالنار؟ قال له أنت عايز إيه؟ قال له سيبني أروح أبني المدينة. قال له روح ابني المدينة. ربنا هو اللي فتح له باب للكلام. عشان كده الأصوات ديت من أكتر الأمور اللي بتسرع الاستجابة، أو على الأقل توضح لنا مشيئة ربنا. نمرة 3، الصلاة بقانون روحي مضاعف، ودي برضو حسب إرشاد أب الاعتراف. يعني واحد يقول لأبونا أنا مش هقدر أصوم انقطاعي وقت طويل،
فابونا يقول له ايه طب كويس نصلي قداس بس مثلا لو انت بتصلي باكر الغروب والنوم خد معاهم الثالثه والسته او خد معاهم نص الليل الثلاث خدمات او خلي الصلاه بتاعتك كلها وانت جعان يعني ما تبقاش واكل ولا معدتك مليانه او خد ثلاث ايام اقعدهم في البيت وصلي بيهم الاجبيه كامله. كل دي طرق بس ما حدش يطلع من هنا يمشي بمزاجه بارشاد اب الاعتراف. الصلاه بقانون روحي مضاعف وكل هذه الامور مسنوده في الكتاب المقدس والقديسين اللي كانوا بيصلوا في العهد القديم بقانون روحي مضاعف كان ربنا بيستجيب ليهم. يعني مثلا موسى النبي كان يدخل في خيمة الاجتماع ممكن يقعد طول النهار عشان ياخد طلبة من ربنا والشعب ما يقدرش يقرب من الخيمة. كان يقولوا كده طالما عمود السحاب أو عمود النار حالل على الخيمة يبقى ربنا بيكلم موسى جوه، نستنى بقى لما يطلع يقول لنا هنعمل ايه. وممكن موسى ده يصلي النهاردة ما فيش استجابة ويروح بكرة وما فيش استجابة ويروح بعد، في الآخر خالص ربنا يقول رأيه. اوعى تيأس واوعى تحس انه ربنا سايبنا. ربنا ضبط الكل في وسط الظروف وفي وسط الامراض وفي وسط الكوارث وفي وسط الحوادث وفي وسط الغلو وفي وسط الاوبئه وفي وسط المجاعات والزلازل وانقلابات الطبيعه وانقلابات النظم السياسيه والحكومات. في الاول وفي الاخر ربنا بتاعنا ضبط الكل. قول كده نحن لا نعرف ان نفعل شيئا ولكن نحوك اعيننا. كل مرة وانتم طيبين لان احنا كل مجد وكرامة من الان والابد امين. حد بعت سؤال هو ما اعرفش ملوش علاقة بالموضوع بيقول ازاي بطل خطية الخطية دي متسلطة علي. خد رأي اب اعترافك وخد ارشاده وهو يقول لك تدريبات ويقول لك قوانين، لكن قبل اي حاجة اطلب من ربنا ان يديك توبة لها كل مجد وكرامة من الان والابد.